دلوقتي هبتدي مع دكتور عامر العباسي استشاري النساء والتوليد. دكتور مبسوطه جدا ان انت معايا. انا مبسوط جدا. واهم حاجه في الدنيا صحه المراه. احنا بناخدش بالنا من نفسنا خالص، دايما قاعدين في البيت وشايفين التلفزيون قدامنا بنتفرج عليه وبناخد اي وصفات نعيش بيها حياتنا. مفيش اي ثقافه للمرأة المصرية بالذات في صحتها. احنا عند البلوغ الام ما بتاخدش بنتها تعرفها بالدكتور اللي لازم تكمل معاه بقية حياتها. صح. بنسيب ولادنا وهم صغيرين وبيكبروا بنفس التفكير، مفيش اي جديد من اي نوع، ما عندناش اي ثقافة. حضرتك هتكون معانا علشان نعلم الامهات الجداد وكمان البنات اللي بيشوفونا ازاي يهتموا بصحتهم. بصي، دايما بقول ان السيدة دي هي الحجر الاساسي بتاع المجتمع المصري كله. السيده دي هي الام، هي اللي تخلي بالها من ولادها، هي اللي تخلي بالها من جوزها، هي اللي تخلي بالها من الاسره كلها. واحنا اهتمامنا بالصحه بصحه المراه المصريه ده اهتمام استراتيجي جدا، ولازم كل الناس تهتم بيه، لان الست المصريه حقيقه هي صخره طبعا، وفعلا بتتحمل كتير كتير جدا جدا جدا، شايله كتير قوي. ولكن فعلا برضو زي ما حضرتك تقولي مظلومه، لان السيده المصريه دي بتشتغل كل يوم، بتخلي بالها من ولادها، بتذاكر لاولادها، بتحضر دراسات، بتخلي بالها من جوزها، بتسافر. يعني في سيدات كتير قوي هم المسؤولين عن البيت، حتى يعني ان هم الجزء المادي في البيت هم المسؤولين عنه. فلازم نهتم بيها جدا، لازم نهتم بصحتها، صحتها النفسيه وصحتها البدنيه وصحتها الانجابيه. ولازم نخلي بالنا من كل المواضيع اللي تهم صحه المراه. لازم نخلي بالنا من مثلا موضوع السمنه اللي بيأثر كتير قوي في السيدات، وازاي بيأثر على هرموناتها، وازاي بيأثر على صحتها الانجابيه، وازاي بيأثر على صحتها النفسيه، وازاي ممكن يأثر على الحمل ويأخر الحمل. لازم نهتم جدا بامور مهمه جدا، زي مثلا موضوع تكيس المبيضين، او الستات اللي عندهم متلازمه تكيس مبايض ويطلع لهم شعر زياده في الجسم، وزنهم زياده مش عارفين يخسوا خالص، وبيأثر على قدرتهم الانجابيه. لازم نتكلم عن الستات الحوامل، ازاي يهتموا بحملهم، وازاي الحمل اللي بتاعهم يعدي بدون اي مشاكل، وازاي نكشف عن تشوهات الاجنه، ازاي في حاجه في حاجه اسمها اكتئاب بعد الولاده، ازاي ان احنا نتغلب على موضوع اكتئاب بعد الولاده. حقيقه مواضيع كتيره للأم جدا للام وللاب، يعني كمان الرجاله بيحصل لهم كده وما بيبقوش عارفين. ولازم ننشر الثقافه كمان ان الراجل يبقى فاهم مشاكل السيده برضو، عشان يقدر يتعامل معاها ويقدر ان هو يتعامل معاها في الفترات بتاعتها المختلفه. احنا هناخد المراه نفصصها ونطلع كل المشاكل اللي دايما بنعاني منها وبنخاف نتكلم فيها. هنقول للناس شوية يعني نصايح بسيطة علشان الست اللي بتشوفنا وقت بلوغ أي بنت. الوقت والمرحلة دي بتبقى صعبة جدا جدا، ندخل على أوضة ضلمة للأسف ما نبقاش عارفين أي حاجة فيها. وبتبتدي البنت تكبر على مشاكل صحية بالظبط، لو قلنا تكيس المبايض زي ما حضرتك قلت، والشعر الزيادة بيروح لدكتور جلدية، ما بتبقاش عارفة ولا فاهمة هي المشكلة جاية منين بالظبط. وكمان المشكله ان هي مش قادره تتكلم مع حد. يعني اول ما تيجي تتكلم مع اي واحد مسؤول تقول لمامتها انا بيجي لي وجع جامد قوي قبل الدوره الشهريه، ولا هي بنتي دي حاجه طبيعيه جدا، يا ماما ما تقلقيش منها، ممكن يكون عندها مشكله كبيره زي الاندوميتريوزز او بطانه الرحم المهاجره، هي اللي عامله لها وجع رهيب دوت. ولو راحت للدكتور مثلا وقال لها ممكن ناخد اقراص منع حمل او ناخد ادويه، لا 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 ما تاخديش هرمونات او تاخديش اي حاجه، لان ده ممكن يعمل لك عقم. عندنا تابوز او عندنا مشاكل كثيره قوي، معتقدات خاطئه جدا. لازم نصححها، ولازم نفهم السيدات ازاي يهتموا بصحتهم، ويهتموا جدا من اول وهم لسه سن البلوغ. ناس كثيره قوي كمان ما يعرفوش ان هي قبل ما تتجوز لازم تعمل كشف هي وجوزها، قبل كشف ما قبل الزواج، ده مهم جدا، ممكن يعني يتجنب مشاكل وراثيه كتير جدا. يعني زي ما قالوا في الفيلم الجوازه دي مش لازم تتم، ممكن في بعض الحالات فعلا يعني ممكن يكون في مشكله وراثيه عند الزوجين دول، لو اتجوزوا ممكن يكون عندهم اطفال يبقى عندهم مشكله وراثيه، فممكن تاثر على الخلفه بتاعتهم. فمهم قوي الكشف قبل الجواز، مهم جدا ان احنا نوعيهم ان هم ياخدوا حمض الفوليك قبل الجواز مده 3 شهور، علشان ما يبقاش فيه مشاكل في او تشوهات في النخاع الشوكي بتاع الجنين. مهم جدا ان احنا نوعيهم ان هم يخلوا بالهم من وزنهم، تلاقي البنت تتجوز من هنا تبتدي وزنها يزيد بشكل رهيب ويأثر على المفهوم الغلط كمان يا دكتور، انه لازم تاكلي كويس، لازم تاكلي كويس عشان البيبي. بالظبط، انت تاكلي مش تاكلي لنفسك بس، تاكلي لنفسك وللبيبي. المعلومه دي وتلاقي نفسها زادت 20 25 كيلو في الحمل، تبتدي تتعرض لمشاكل
مشاكل زي ضغط الحمل، سكر الحمل، تبتدي البيبي بتاعها يتاثر بسبب السكر، لا لازم نبقى عارفين ان المفروض نزيد وزن قد ايه. ما تتحركيش خالص، ما تلعبيش رياضه خالص عشان ممكن تطلعي حامل وتسقطي لو انت في الجيم ولا وات ايفر. لا، الرياضه دي مهمه قوي، ازاي ان احنا لازم يبقى المجتمع بتاعنا فاهم اهميه الرياضه واهميه ان البنات يلعبوا رياضه. وناس كتير قوي لا بنت ما تلعبيش باوزان او ما تلعبيش بالحديد عشان هيطلع لك عضلات. لا، الريزيستنس تريننج ده حاجه مهمه، ان البنت تلعب باوزان او تلعب رياضات كويسه عشان ده بيخلي العظم بتاعها كويس، ما يجيلهاش مشكله هشاشه العظام ويحصل لها مشاكل في ظهرها بعد كده. دي حاجات كتير قوي محتاجين نتكلم فيها. ايوه احنا اتكلمنا على الستات، ناخد الرجاله شويه. يعني نسبه الطلاق في مجتمعنا المصري للاسف عماله بتزيد. السبب ان احنا كمان ما بنبقاش فاهمين الطرف الاخر بيفكر ازاي. عاوزين نعرف اهم المشاكل اللي بتقابل الزوجين في بداية الجواز. ده سؤال مهم جدا حقيقه، من مشاكل كتير قوي بنشوفها كتير قوي في العياده الفتره اللي فاتت. مشكله حاجه اسمها فاجينيزمس او نوع من التشنج المهبلي. كتير قوي من الازواج لسه متزوجين وما بيحصلش علاقه زوجيه ما بينهم بسبب ان بيحصل انقباضات رهيبه قوي في منطقه المهبل، مش ما بيقدرش يحصل ما بي علاقه زوجيه بين الطرفين. ودي مشكله كبيره بقينا نشوفها دلوقتي، والناس كتير قوي ما بتتكلمش عليها، ان بيعتبروا ان هو ايه حاجه يعني عيب او ما ينفعش حد يتكلم في حاجه زي كده، وبتسبب مشاكل كتير قوي عند الازواج. عشان كده لازم نتكلم في الحاجات دي ولازم نقول ايه الحلول اللي ممكن نعملها، ولو في ادويه نقدر نستخدمها، ولو في تمارين نقدر نعملها، وازاي ان احنا ننشر الوعي ان دي حاجه ممكن تحصل في نسبه من الازواج بسبب مشكله مشاكل في الزوج او الزوجه. وممكن مشاكل في الزوجه تاثر على الزوج، يعني طبعا ممكن تعمل نوع من العجز عند الراجل وتخلي ثقته بنفسه قليله وتبتدي تعمل له مشاكل عضويه هو عنده. فلازم نتكلم عن الموضوع دوت ونفهم الناس ان دي حاجه ممكن تحصل وان ليها حلول. يعني انا جات لي مريضه في العياده من شهر جاي تعمل حقن مجهري، بقى لها هي وجوزها 6 شهور متجوزين ما حصلش علاقه زوجيه ولا مره، وجاي تعمل حقن مجهري عشان يبقى عندها اطفال عشان بدون باي وسيله غير ان هو يحصل علاقه زوجيه. يعني مشكله كبيره، ازاي 6 سنين قاعدين من غير علاقه زوجيه وجاي تعمل حقن مجهري علشان تنجب؟ ازاي الفتره يعني دي كلها ده موجود في حياتنا؟ موجود كتير في حياتنا جدا بشكل رهيب ومحدش بيتكلم فيه، ودي حاجه مهمه قوي لازم نسلط عليها الضوء في الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا كنت سعيده جدا بوجود حضرتك معايا، واكيد كل المواضيع اللي احنا قلناها دي يعني هي مهمه جدا علشان الناس تستفيد مننا ان شاء الله بشكل اكتر. يتابعونا ويشوفونا في الحلقات اللي جايه مع دكتور عمرو العباسي، وانا فخوره جدا ان في دكتور زيك موجود معايا. ربنا شرف ليا قوي يبقى في البرنامج بتاع حضرتك. فرصه سعيده قوي يا فندم. ما تروحوش اي مكان، مكملين مع دود.